احتفلت راهبات الوردية المقدسة في الأردن بعيد سيدة الوردية العذراء مريم، وذلك بقداس إلهي ترأسه قدس الأب شوقي بطريان مدير مركز سيدة السلام، بحضور القائم بأعمال السفارة البابوية في عمان المنسديور ماولو لالي، ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة، والمستشارة الإقليمية لرهبنة الوردية في الأردن الأخت مشلين معلوف، وجمع من راهبات الوردية والمؤسسات الرهبانية المختلفة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وجوقة الكلية وعدد كبير من المؤمنين. وتحدث الأب بطريان في عظته عن سر الوردية قائلاً: إن ما يميز أسرار الوردية المقدسة هي وحدتها وتداخلها وتفاعلها الأمومي ومخاطبتها لكل مراحل حياتنا، وهذا التسلسل المنطقي بين أسرار الفرح والحزن والمجد والنور الذي ينسج كل تفاصيل حياتنا. وفي كل مرة أيضاً نحن في حياتنا اليومية نقول نعم لإرادة الله، هناك حياة تثمر. وحاولت رهبنة الوردية المقدسة في الأراضي المقدسة ومنها أردننا الحبيب أن تترجم هذه الأسرار من خلال حياتها ومؤسساتها، وهي تستند على وعد السيدة العذراء إلى القديسة المؤسسة. قالت: اعملي هذه الرهبنة وأنا أعينك، واعلمي واعرفي أن أخوية ورهبنة الوردية تنجح وتثبت إلى يوم الدينونة. وخلال القداس رفعت أمام مذبح الرب الطلبات ووضع التقادم على نية كل من يصلي الوردية ومن أجل كل الراهبات في كل مكان. إلى ربنا كما قدمت جوقة الكلية مجموعة من التراتيل المريمية من وحي المناسبة. وشكرت الأخت إيميليا صلايطة رئيسة دير بيت الزيارة لرهبنة الوردية في كلمتها الحاضرين لتكريم سيدة الوردية في عيدها، فالوردية هي الأم في الكنيسة التي تقوى بارتباط أبنائها بها. والسير على خطى الرب المعلم من فيض حبه تعطي حباً، ومن كلمته تزرع فكراً، وتغرف من مائه الحي لتروي عطش الآخرين. دعاؤنا إلى أمنا مريم العذراء سيدة الوردية أن تحفظ راهباتنا وتزيد الدعوات الرهبانية، وأن تحمي بلادنا وشعبها الطيب من كل شر وبلية في ظل صاحب الراية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم. وفي ختام القداس تلت الراهبات صلاة جددن خلالها نذورهن، طالبات من سيدة الوردية المقدسة الحماية والبركة لإتمام مسيرة الرهبنة والقداسة. بعدها انطلق الحاضرون لتقديم التهاني لراهبات الوردية، متمنين لهن رهبنة مباركة ومكللة بالنعم السماوية.